وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف سعادة النائب يوسف زين العابدين زينل، المستشار القانوني والمحكم الدولي. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. وإلى أي مدى سيساهم إنشاء مركز لتسوية المنازعات التجارية في غرفة تجارة وصناعة البحرين في إيجاد بيئة تجارية قانونية متقدمة بحيث تكفل تسوية المنازعات أو النزاعات التجارية بصورة سريعة ومتخصصة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم بالخير جميعا. حقيقة موضوع تسوية المنازعات التجارية في غرفة تجارة وصناعة البحرين هذه يعني أمر مو حديث حقيقة، يعني الغرفة منذ إنشائها بالثلاثينات من القرن الماضي وهي تمارس بشكل أو بآخر أدوار معينة ولديها بعض الآليات اللي تقوم بمساعدة الأعضاء لتسوية المنازعات. لكن مع مرور الوقت طبعا الوضع تغير وصار الاهتمام أقل في ظل وجود مراكز تحكيمية مثل مركز التحكيم الخليجي، مثل غرفة البحرين تسوية المنازعات. لكن لو جينا للواقع نشوف ان احنا قانون الغرفة الصادر في 2012 ينص بكل صراحة ان تقوم الغرفة بمساعدة اعضائها على تسوية وتوفيق منازعات الى اخره. طبعا هذه مشروطة بموافقة الطرفين، فبالتالي أنا أعتقد أن الغرفة وإن تأخرت قليلا، وإحنا اشتغلنا على هالموضوع يعني من 2000 قبل 2017 حسب ما أتذكر، فبالتالي يعني سنور ليت إحنا الآن يعني إن شاء الله يعني قاعدين نسعى ونخطو خطوات واضحة والهدف واضح ان احنا ننشئ مركز لتسوية المنازعات. قد يكون شوي مختلف عن الموجود سواء في البحرين او في دول مجلس التعاون. نعم. في التفصيل هني احنا نبحث عن باقات مختلفة وآليات لتسوية منازعات الأعضاء تحديدا، يعني ما يصير أنت عضو عندك في الغرفة والقانون واللائحة التنفيذية ينصون صراحة على مساعدة الأعضاء في تسوية منازعاتهم، فبالتالي ضروري أن يكون في هناك آلية واضحة لتسوية المنازعات سواء عن طريق التحكيم. وهذا احنا اشتغلنا على لائحة اليون سترال ومرفوعة لوزارة العدل الاعتماد، ايضا عن طريق الوساطة لان الان الوساطة مطلوبة وهذه نوع من الترند الان او التوجه الاقليمي والدولي لتسوية المنازعات عن طريق الوساطة، وان كانت الوساطة غير ملزمة ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على الموافقة على توصيات الوسيط، وفي الحالة طبعا يتم تنفيذه. عندنا أيضا توجه لأيضا آلية ثانية اللي هي التوفيق. التوفيق والوساطة أيضا يعني متشابهين، لكن يعني حق القضايا الصغيرة خلينا نقول قضايا 1000-2000 دينار ما يحتاج أنت تحط له وسيط وتحكيم وأيضا في هناك تكلفة. سعادة النائب يوسف زين العابدين زينل، المستشار القانوني والمحكم الدولي، شكرا جزيلا لك.